الداس محمد، رئيس شبكة خليج الداخلي للعمل الجمعوي والتنمية. اليوم نحن نخلد النسخة الرابعة من الملتقى الجهوي للبيئة تحت شعار البيئة رصيد مشترك ومسؤولية جماعية. هذا الشعار ما جاء من عبث، هو جاء من خلال على أنه البيئة هو هم حقيقة، هم جماعي ومجتمعي، وبالتالي فرض علينا نكاثفوا جهود كاملين، سواء سلطات عمومية، منتخبين، جمعيات مجتمع مدني، مواطنين عاديين، يعني الجميع خاصه يكاثف الجهود من أجل المحافظة على البيئة. هذه البيئة اللي ولات اليوم تعرف تغيرات مناخية بسبب الإنسان، بسبب كثرة الغازات ثاني أكسيد الكربون اللي عاد يسبب لنا في هذا الاحتباس الحراري. إذا نحن اليوم معدلين هذا الملتقى، والله هاي النسخة اللي على الدرب الصحيح، نبغوا نوعوا الجميع بأهمية المحافظة على البيئة وبأهمية تكاثف جهودنا كاملين. ياك هاي البيئة تعود نظيفة، تعود صالحة لمعيشتنا ومستدامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، رئيس منظمة المادة الاستخارية، وجاية من بلد موريتان، بلدي الآخر، بلد مغربي، مدينة الداخلة، من أجل المشاركة في هذا اليوم العربي المغربي في ولاية الداخلة. ويشرفني أنهم استدعوني، ويشرفني أني عدت ضيفة على هذه الشبكة العظيمة اللي تعتبر مثالية بالنسبة للمنطقة كاملة. ورأينا اليوم كما قالوا أن البيئة رصيد للجميع ومسؤولية الجميع، رصيد للكل. نعم، البيئة رصيد للكل، لأن البيئة من لم يحافظ على بيئته فلا صحة له. وهذا أرى أنه قيم ومهم، وحال التقيت بإخوة قيمين وأشكرهم كثيرا. حيمات أمينتهم المدرسة النموذجية للتعليم الأول، عندنا اليوم النسخة الرابعة للملتقى الجهوي للبيئة. بمناسبة هذا الملتقى قمنا بأعمال فنية مع الأطفال، نستعملوا فيها النفايات، تدوين النفايات، يعني الأزبال اللي كرموا ونوسخوا به البيئة قمنا بتدويرها ودرناها، قمنا بتجسيم قلعة مجسم مدينة، هذا كامل استعملنا فيه لا النفايات، وقمنا درنا أعمال لتزيين غرف الأطفال.